شواهد التخديرية والهدايا إلى المحتفى بهم المحالين على التقاعد. والجدير بالذكر أن نوجه الشكر الجزيل إلى مختبر الريف على قيامه بتخصيص بطاقة مجانية لجميع المحالين على التقاعد. شكرا جزيلا. السيد محمد معزوز يقدم له الشهادة التقديرية والهدية السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور، فليتفضل. السعادة أنادي على السيد محمد قمر ليتسلم شهادة التقديرية والهدية، يقدم له السيد نائب رئيس مجلس إقليم الناظور، فليتفضل. ثاني السيد تهامي الطيب يقدم له الهدية وشهادة تقديرية السيد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية الموظف في عمالة إقليم الناظور، فليتفضل. بها التالي السيد محمد الوسدي يقدم له الهدية والشهادة التقديرية السيد رئيس قسم الجماعة الترابية، ليتفضل. يقدم له الهدية والشهادة التقديرية السيد رئيس قسم الميزانية والصفقات، فليتفضل. السيد رئيس مصلحة الميزانية بمجلس إقليم الناظور، فليتفضل. يقدم لها الهدية وشهادة تقديرية السيد تقدم لها السيدة رئيسة مصلحة الموظفين بمجلس إقليم الناظور، شكرا. ثالث السيد محمد عزوز يقدم له الهدية والشهادة التقديرية السيد المدير الجهوي لشركة أكسا سلام، فليتفضل. السيد الحياني الحسن يقدم له الهدية وشهادة تقديرية السيد رئيس مصلحة تحسين طاقم قسم العمل الاجتماعي، شكرا. الثالث السيد محمد الطيبي تقدم له الهدية وشهادة تقديرية السيدة مسيرة مختبر الريف للتحاليل الطبية، فلتتفضل. Thank you.
أستاذ احتفى بها التالية السيدة خديجة أوباد، يقدم لها الهدية وشرف الهدية السيد الساقي عن قسم عن الشؤون الاقتصادية. شكرا. بالتالي السيد القعداوي محمد يقدم له الهدية والشهادة التقديرية السيد رئيس مصلحة البيئة. بالتالي السيد حمو خويا صالح تقدم له الهدية والشهادة التقديرية السيدة مديرة وكالة أكسا سلف للناظور. السيد بلال عبد الحكيم يقدم له الهدية والشهادة التقديرية سيد رئيس مصلحة التعمير والبناية بهذه العمالة. رئيس قسم التجهيز. بهم الآن الثلاثة الذين وفتهم المنية قيد اشتغالهم بالعمالة. السيدة كعوش نعيمة ينوب عنها زوجها الهدية ويقدم لي رئيس تقدم رئيسة مصلحة الحماية الاجتماعية. شوف هنا السي يوسف. السيد محمد سطاح يقدم لهم زوجة المختبر في الحياة التربوية الشهادة التقديرية والهدية. العزوزي مصطفى ابنه يقدم لابنه الهدية والشهادة التقديرية السيد رئيس مصلحة الممتلكات والتخطيط. بهدايا تذكارية قيمة لفائدة المحتفى بهم والحاضرين، وهي مهداة من طرف شركة أكسا سلف الشريك الوفي للجمعية، وهي مجموعة من السحوبات. السحب الأول هو لفائدة المتقاعدات وعددهم ثلاثة، وهي عبارة عن إسورة ذهب الفائزة حنان في خديجة. حنان في خديجة. استاذ زيد. قاعدين بالذكور، وهي فيها سحبين. السحب الأول عبارة عن عجلة كهربائية. الفائز العزوزي محمد.
سلم عزوزي. زيد أستاذ زيد. فائدة الحضور من جنس النساء وهو عبارة عن إسورة. أشكيتو شي بروموسيون. خلط مزيان كدا خلط. هادشي موسيقى ديال سيسبانس. رقم 15 مليكة جعفاري. الآن عندنا واحد القرعة لجميع القدر الذكور والإناث، فيها ستة ديال الصعوبات. السحب الأول هو عبارة عن مقلاة هوائية. رقم 20 سعيدة سحماوي. نداء من شركة أكثر سلام. الحضور كذلك هو عبارة عن خلاط متعدد الاستعمالات. قسيمة شراء من محل بيع الحلويات طبيعينا مهداة من جمعية الأعمال الاجتماعية. إذا تحت ملكة جعلها استفد يعني غادي نعود لها يعني تظهر ديالك. رقم 30 البشيري. هو عبارة عن هدية مهداة من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي أعمالكم في سكري المنظور، وهي عبارة عن مستلزمات المطبخ. رقم 40 أسماء سقلي. مهدى من جمعية الأعمال الاجتماعية كذلك، وهو نفس المحتوى مستلزم المطبخ. رقم 11 ميمون الزعر. شراء من محل حلويات لاميريزا مهدى من الجمعية. رقم
رقم خمسة عبد الصمد حسنينة. هدية سي عبد العزيز الشرقي رئيس خلية الاستماعات المحلية لخلية الفتاة. للظفر برحلة العمرة وهداة من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية لمدة في أعمالكم مجلس التشكيل والتنظيم، إلا أن القانون الداخلي لهذه القرعة يقتضي سحبين، السحب الأول هو الفائز والثاني إذا تعذر على الفائز الحضور، لأنه لا يمكن تفويت هذه الرحلة إلى شخص آخر. طبعا هذه الضريفة هي لأصحابها الذين تقدموا بطلب المشاركة في هذه القرعة واللي كتوفر فيهم الشروط واللي كيعرفها الجميع. الفائز سليمان علوي. مناسبتين إقامة حفل شاي على شرف المحتفلين، وشكرا على تلبية الدعوة للجميع.